دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان ايضا مباراه الافتتاح في دور ال 16 لكاس رابطه الانديه المحترفه ومباريات الجوله 26 من مباريات الدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هتبدأ عقد الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة للابتعاث للعام الحالي، وده هيكون بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وبيستمر لمدة 4 أيام لجميع التخصصات. النهاردة هتنطلق منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2022-2023، وهيلتقي المقاولين العرب مع حرس الحدود الساعة 5 مساءً في أول مباريات البطولة. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع 5 مباريات في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، من أهمها ريال بيتس مع ريال مايوركا الساعة 3 العصر. الساعة 10 بالليل هتكون مباراة كلاسيكو الكرة الأسبانية والعالمية، واللي هتجمع ما بين ريال مدريد مع برشلونة.